شهدائنا هم اللي سطروا مجد الوطن وأمنوا استقراره وكانوا سبب في عزته ورخاؤه. وعشان كده أسر الشهداء دايما محط رعاية كل أجهزة الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص السنين اللي فاتت إنه يحتفل بالعيد وسط أبناء الشهداء، والسنة دي القوات المسلحة كانت على عهدها في تقديم كل سبل الرعاية لأسر الشهداء وأبنائهم. وزارة عدد من المحافظات، وكان الحرص كل الحرص على توصيل هدايا العيد لحد بيوتهم، وقبل بيوتهم توصل لقلوبهم ووجدانهم. ورا كل باب من الأبواب دي قصص وعبر بتشهد بكل معاني البطولة والفخر. أسر اتحملت عشان بلدنا تعيش، وأبناء هيكونوا خلف لآبائهم عشان يدافعوا عن تراب الوطن. صباح الخير، كل سنة وحضرتك طيب. هدية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك. تفضل. أنا عايزة أقول لك يا محمود، ببعت لك بقول لك الحمد لله، أنت إن شاء الله عيدك في الجنة، أنت في مكان أحسن بكتير من اللي إحنا موجودين فيه، ده حب من ربنا ليك. سيادة الرئيسة بقول لك ربنا يا رب يوفقك ويكرمك وينصرك، وتفضل يا رب كده دايما مصر في أمن وأمان وسلام إن شاء الله. صباح الخير يا فندم، دي هديه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه عيد الفطر المبارك، كل سنه وانتم طيبين. ان احنا الرئيس بتاعنا ما بينساش ولاده، ما بينساش ابناء الشهداء. لما اقول لابني ان الرئيس بعت لك دي بالنسبه له حاجه كبيره جدا جدا، لما اقول لبنتي كده وهو في وسط اصحابه ما يقول الرئيس بعت لي كذا، دي حاجه انا بعتبرها فخر جدا ليا ولولادي. شكرا سياده الرئيس. كان العيد ده هيبقى اصعب عيد علينا لولا ان القوات المسلحه واقفه معانا، وحاسه ان مصر كلها كمان معانا. سياده الرئيس رغم الظروف اللي حاصله في البلد ورغم ظروف كورونا والكلام ده، بس هو برضو صمم يفرح الاولاد، بعت لهم العيديه بتاعتهم، وبجد يعني محسسهم ان هو اب ليهم فعلا. يعني كفايه بجد ان انا اشوف بنتي مبسوطه بالطريقه دي، والف شكر لسياده الرئيس. كل سنة وحضرتك طيب يا سيادة الرئيس. الموضوع ده ما هواش جديد علينا، عشان احنا سنة 2018 بعد إصابة أحمد الأولى حضرتك دعيتنا، والموضوع ده كان عامل دعم نفسي قوي جدا لأحمد وللولاد، وزود أحمد عزيمة وإصراره إنه يرجع يكمل لحد ما نال البطل الشهادة اللي كان بيتمناها. وكل سنة وحضرتك طيب يا سيادة الرئيس، وشكرا لحضرتك ما نسيتناش. عايزه اقول للسيد الرئيس كل سنه وحضرتك طيب، وانا شاكره ليه ان هو دايما متذكر اسر الشهداء، وربنا يوفقه ويوفق ابطالنا افراد القوات المسلحه اللي بيحاربوا الارهاب في سيناء. كل سنة ومصر كلها بخير، كل سنة وجيشنا بخير يا رب، كل سنة وكل زملاء هشام بخير دايما يا رب، وربنا ينصرهم بإذن الله. وحشتني يا بابا، وأنا دايما فخورة بيك، وشكرا يا سيادة الرئيس. وحشتني قوي يا بابا، وإن شاء الله هطلع طيار زيك. وإحنا بنقول الحمد لله رب العالمين عشان عارفين ابننا فين والتكفيريين فين، ابننا في الجنة والحمد لله رب العالمين. ونقول للشعب كله كل سنة وانت طيب، ونقول لسيادة الرئيس كل سنة وانت طيب،
ونقول للقوات المسلحة كلها وهي كل سنة وهي طيبة. ومعانا قطب صغير هيكبر كمان سنتين وهيخش برضك مكان أخوه في نفس المكان اللي أخوه استشهد فيه بمشيئة الرحمن. طبعا بنشكرهم، جزاكم الله خير ان انتوا فاكرين ابنائكم الشهداء وغير الشهداء، وربنا يعينكم على حمايه البلد، لان البلد محتاجه حمايه زي ما قال الله عز وجل: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. فلازم يكون البلد قويه، البلد الضعيفه هتتاكل. أقول للجيش المصري كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعله عيد سعيد عليكم على الجيش المصري كله، من أول الرئيس عبد الفتاح السيسي لحد أصغر جندي، ودايما يا رب راسكم مرفوعة وعلم مصر مرفوع، ومصر محروسة بجيشها وبرئيسها. إن شاء الله مصر في خير. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. لكل الناس في دايماً حلم تحلم بيه، وأنا كان حلمي على قدي ونفسي أعيش، ولما رميت عليك حملي شاركتني فيه، إيدك في دايا من الأول ما بتسيبنيش. يلا يلا نكمل سكة مشيناها.